عندما كنت تلعب مع ريال مدريد كانت المباريات أمامكم حينها مميزة. المباريات ضد ريال مدريد لها نكهة خاصة، لكن بوجودك على أرضية الملعب اكتسب الريال أهمية خاصة. هذا الآن من الماضي، وأتطلع أنا وفريقي إلى تحديك في مباراتنا أمام فريقك في دوري الأبطال. قد يكون هذا التحدي، وآمل أن تكون هناك وأن تتعافى قريبا من فيروس كورونا. خوض المباريات أمامك ستبقى خاصة في قلبي إلى الأبد. لقد استمرت لسنوات عديدة وليس من السهل الحفاظ على هذا المستوى لفترة طويلة. كانت فرقنا أيضا متطلبة للغاية، ريال مدريد وبرشلونة أقوى فريقين في العالم. التنافس على قدم المساواة لسنوات عديدة هو شيء سيبقى إلى الأبد. كان التنافس بيني وبينك جيدا جدا على المستوى الشخصي، وأعتقد أن الناس استمتعوا بهذا التحدي كثيرا. لهذا أتمنى شفاءك قبل المباراة، لأنني أتطلع إلى تحديك مرة أخرى بالشفاء العاجل يا رونالدو. كان هذا ما قاله ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة في لقاء خاص مع الشبكة دي أي زد الرياضية قبل اللقاء المرتقب في دوري الأبطال بين يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، حيث من خلال هذا اللقاء الصحفي وجه ميسي رسالة مؤثرة وخاصة للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي يخضع للحجر الصحي جراء إصابته بفيروس كورونا، ومن المرتقب أن يغيب عن اللقاء الذي ينتظره الجميع لأعوام بفارغ الصبر، وذلك بعد أن جاءت تحاليل إصابة رونالدو إيجابية للمرة التالية. من خلال رسالة ميسي هذا يتبين أن البرغوت الأرجنتيني متشوق بلهفة لهذا اللقاء، كما هو حال صاروخ ماديرا الذي يتدرب بالرغم من الإصابة آملا أن يساعده الحظ في أن يكون في كامل لياقته ليستقبل نجما له مكانة خاصة في قلبه على أرضية ميدان الأليانز.